النهارده ان شاء الله هنتكلم عن ال SQL، وهنتكلم ازاي نعمل جارانتي اليوزر، وازاي نقدر نعدل فيه، او ازاي نقدر نعدل في تيبل، ونقفل على السكيورتي واللوجن. هنكريت يوزر اسماء والباسورد نفس الموضوع، اسماء بعد كده باسورد اسماء، واليوزر مابنج على الماستر، ونخليه دي بي اونر عشان يقدر ندي جارانتي، يقدر يدي جارانتي ليوزر تاني، وهنا ريد عشان يقدر يقرا يسلكت، وهنا داتا رايتر عشان يقدر يعني يسجل عادي. اوكي، بعد كده هنيجي تاني للسكيورتي واللوجن، هنعمل اضافه ليوزر تاني اسمها ريم، الباسورد اسمها ريم، وفي نفس الوقت برضو على المابين على الماستر، بس دي اوكي هنخليها بس كده، ندير اوكي. ادي ريم وادي اسماء، هنعمل هنا ساين اوت كونكت، نكتب هنا اسماء، اسماء برضو كونكت، بيقول لي هنا دخل يوزر نيم تاني، ادي له اسماء، اسماء تاني. اوكي عملنا كده لوجن، نيجي هنا على الداتابيز بتاعتنا، ادي الداتابيز الماستر، ادي التيبلز، ادي في عندنا تيبلز كاستمرز وستودنت. لو احنا فتحنا التيبل اسمه ستودنت، تيبل جديد، ادي اسماء وادي العمر، ونقدر نعدل فيه 25 23 زي ما احنا عايزين. عايزين ندي جارانتي لليوزر التاني، طبعا لو انا عملت كده ساين اوت وعملت كونكت ودخلت هنا بريم، عملت كونكت بريم، وجيت كده ادي هنا عندي ريم ما شافتش اي تيبل من التيبل الموجوده جوه المصدر، انها ما عندهاش جارانتي كده. هنعمل دوس كونكت تاني، نعمل هنا كونكت، ونخش هنا الاسماء، اسماء، وهنديها كونكت تاني. نيجي هنا على السكيورتي اللوجن، نختار ريم، كليك يمين بروبرتيز، نيجي على اليوزر مابنج، وان اور مور داتا بيز انكريدبل. طبعا عشان الداتا بيز هنا ما تقدرش كلها تظهر، ظاهره غير ريم بس، فبيقول لنا ان هنا في ديسبلاي ان ليست، هي بس ليست واحده هي اللي ظاهره عندها هي الماستر. هنيجي هنا على الريد وعلى الرايت، وندوس هنا اوكي، ونعمل ساين اوت، نعمل كونكت تاني بريم. تشوف هنا طبعا الفرق، كونكت. لما نيجي ندخل هنا في الداتا بيز، ونيجي نختار الداتا بيز، نختار الماستر، الدنيا اتغيرت، التيبل ظهرت عندي، ما بقتش زي المره اللي فاتت كانت ظهر دوم بس، لكن المره دي ظهرت عندي التيبلز بتاعتي. اقدر هنا ادخل جوه التيبل واحط الاسماء، احطها اللي عندها 100 سنه وسنه طيبه يا اسماء. يلا اتمنى ان شاء الله يكون عجبكم، ويكون الشرح بس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.